أنهت مواصلات الإمارات فرع الشارقة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2016-2017، حيث أنهت إجراءات صيانة الحافلات من جهة وتأهيل السائقين وإعدادهم بسلسلة من المحاضرات والبرامج المرورية والصحية من جهة أخرى. أتمت مواصلات الإمارات ممثلة بالمواصلات المدرسية بإمارة الشارقة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2016-2017، وذلك بعد تنفيذ عمليات الصيانة لأسطولها من الحافلات المدرسية، حيث تم التحقق من عمليات الاختبار التي شملت التشغيل التجريبي والميداني على الحافلة وخطوط السير، إضافة لسلامتها فنيا وميكانيكيا. نحن عندنا 276 حافلة بتنقل الطلاب والطالبات من منازلهم إلى مدارسهم فيما يخص المدارس الحكومية، وطبعا خلال الفترة الماضية كان كله عبارة عن استعدادات لهذا اليوم. ابتدينا بصيانة جميع الحافلات للاستعداد لبداية العام الدراسي، ثم دخلوا السائقين دورات أهلتهم لأنهم يكونون مستعدين لهذا اليوم، بالإضافة لبعض الدورات اللي قدموها بعض الجهات مثل شرطة الشارقة والطب الوقائي أو المنطقة الطبية والدفاع المدني ودائرة الشؤون الإسلامية. طبعا كان لهذه الدورات دور كبير في تأهيل السائقين وجاهزيتهم لاستقبال العام الدراسي، وإن شاء الله بيكون عام دراسي خالي من المشاكل إن شاء الله. وعبر باقة برامج متكاملة للسلامة والصحة المهنية، يتم تدريب وتأهيل كافة العاملين بالحافلات المدرسية، ويعد أمرا أساسيا، فعليه يتم تأكيد جاهزية السائقين والمشرفين بكافة الجوانب، منها السلامة المرورية وفن القيادة والسلامة الفنية للحافلات وسلوكيات التعامل مع الآخرين، وذلك خلال رحلات نقل الطلبة من البيت وإلى المدرسة والعكس كذلك. نتهيأ لاستقبال العام الجديد إن شاء الله، وغدا ستكون انطلاقة لأول يوم في العام الدراسي إن شاء الله. وكان يعني المسؤولين علينا يتأملون من السائقين جميعا أن يكون هذا العام خالي من كافة الحوادث إن شاء الله. وكنا في هذه المرحلة يعني في مرحلة الإجازة نخضع لدورات بالإسعاف المدني وإسعاف والدفاع المدني يعني والصيانة الخارجية للحافل في حالة طارئة في الطريق. أنا أعمل سائق منذ 10 أعوام في مواصلات الإمارات، وفي كل عام هناك دورات توعوية ومحاضرات تقدم لنا من قبل الشرطة والدفاع المدني، وكلها هدفها الحفاظ على أرواح وسلامة الطلبة منذ أخذهم من أمام منازلهم وصولا إلى المدرسة والعكس. يذكر أن مواصلات الإمارات حريصة على بذل الجهود كافة مستندة إلى أعلى المعايير في السلامة عبر مجموعة معايير وأنظمة خاصة بالنقل المدرسي تتوفر بها أقصى درجات الراحة والأمان، وتتلائم مع المواصفات والتشريعات المنظمة للنقل المدرسي في الدولة، وذلك لتحقيق أقصى مستويات السلامة للطلبة والسائقين والمشرفين.